نتذكر المناسبات الدولية اللي تسلط الضوء على مهن استثنائية وجهود كبيرة، وفي 7 من ديسمبر يصادف يوم الطيران المدني الدولي، والهدف منه زيادة الوعي بفوائد هالقطاع على مجالات كثيرة. وحمل شعار هالسنة 2023 تحسين الابتكار لتنمية الطيران العالمي، وتخيلوا يعني وتخيلوا أن بدعم قطاع النقل الجوي العالمي 65.5 مليون وظيفة، ويعمل فيه أكثر من 10 مليون امرأة ورجل. وفي هذه المناسبة خلونا أكيد نرحب بضيفتنا اللي انضمت لنا عبر الهاتف، كابتن طيار مدني سلمى البلوشي. يا مرحبا وسهلا فيك. السلام عليكم، مساكم الله بالخير أخواني وخواتي، نورتينا. شو حابة تقولي أول شيء في هذا اليوم العالمي للطيران المدني؟ نقول لكم happy flying. الطيران شيء جميل صراحة، وربط أنحاء العالم في اسمه في أقول لك في رحلات بدقائق، وأحيانا رحلات اللي كانت تأخذ أيام ربطناها بساعات قليلة. وعسى الله يجمعنا إن شاء الله على الخير وعلى سفرات جميلة وعلى رحلات وذكريات جميلة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. عاد لعبتي أنا السفر وجوي وأجواء السفر، واليوم بأخذك في تفاصيل كثيرة إن شاء الله نتكلم فيها، بس اليوم أهم شيء عندي شو يعني لك أن تم تخصيص يوم عالمي للطيران المدني؟ شو يعني لك هذا الشيء؟ هو يوم جميل، يعني أنا أتكلم إنه يعني تسليط ضوء على أهمية الطيران أو احتفال بالطيران المدني خاصة. أقول إن الطيران ربط العالم اجتماعيا واقتصاديا مثل ما تكلمنا، يعني وذكرت أنت حتى اسمه على من ناحية الوظائف اللي توفرت، من ناحية حتى الفرص اللي موجودة حاليا في مجال الطيران لمحبي الطيران والهندسة والمراقبة الجوية، وأيضا يعني المجالات أو الأقسام الثانية في مجال الطيران. صح. زين، في هذه المناسبة أبي أعرف كيف اخترتي هالتخصص تحديدا، ويعني من وين جت الفكرة، كيف كانت البداية، هل كان حلم من الطفولة وتحقق بعدين بجهود وتحديات كثيرة؟ أنت تتكلم وحدة اللي عمرها ما سافرت قبل، دخل طيران، فأول سفرة لي أول ركوب طيارة لي أسوقها، يعني أنا كطيار أول رحلة طيران وأنت تسوقين. هي نعم. هذه تدخل التاريخ، ترى أنت لازم تدخلي موسوعة جينيس. هذه جديدة، أول مرة أسمعها سالم. فدخولي المجال الطيران يعني فقط من باب الفضول كان. أنا يعني دائما أتذكر هالقصة ما أنساها، ودائما أذكرها في مقابلاتي كثير، إن معلمتي اللغة الإنجليزية في الصف الثالث كانت دائما، انا كنت يعني طالبه ضعيفه بالانجليزي جدا، فكانت تقول لي اذا تبين تتعلمين اي لغه مارس اللغه، فكانت تقول لي كل ما تسيرين مثلا المستشفى والمطار اتكلمي بالانجليزي، لا تتكلمين بالعربي عشان انت تتقنين اللغه. فالمكانين المستشفى والمطار يعني انغرسوا في بالي، فدخلت مجال التمريض قبل من التمريض، حولت على الطيران. واو، انت يعني انت كان عندك وايد خطوط ما شاء الله مختلفه قاعده تمشين فيها من الطب للطيران، بس شو الاقرب لقلبك بكل صراحه؟ يعني هل حسيت الطيران ليش؟ تعلمت وايد اشياء، شخصيتي وايد تغيرت من الطيران. تعلمت من الثقافات، من الجنسيات اللي أنا أطير معها، تعلمت منهم ثقافات جدا جميلة، وتعلمت منهم أمور ساعدتني حتى في تربية عيالي. جميل. فتشوف الثقافة مثلا الآسيوية في التربية كيف، تشوف الثقافة البريطانية أو الأوروبية في التعامل مع الطفل كيف. أنا هالأشياء وايد علمتني حتى يعني أنا كيف أتعامل مع عيالي. وين كانت أول رحلة؟ وين سافرتي؟ أول رحلة كانت لي على أثينا يونان. أثينا اليونان رحتي. نعم. حلو، يعني بلد حلو في البداية. بالضبط. أنا كأول رحلة يعني كأني أنا أركب طيارة كانت رحلة تدريبية. كانت فوق مدينة العين، مدينة الحبيبة يعني. الله. فكنت وكان على يوم ميلادي. بعد يعني كل هالصدف تشوفي في يوم واحد. أول رحلة أركبني أنا أمسك مقود القيادة. جميل، قواك الله. انزين، كمرأة أو كامرأة يعني أنا بكون صريح اليوم، مثلا إذا سمعنا أن كابتن الطيار مرأة يمكن الركاب شوي يقول لك كيف ما يستوي،
ولكن هذه يعني مش في ثقافتنا اكيد، في يمكن في ثقافات مختلفه او في اماكن ودول مختلفه، ولكن احنا على يقين ان المراه اليوم دورها يعني مهم جدا وتعتبر دورها اساسي اكيد، وما شاء الله شفنا تميز المراه الاماراتيه في الكثير من المجالات، وانت مثال لهذا الموضوع في موضوع الطيران اكيد. شو التحديات انت كمراه اللي واجهتيها؟ انا شوف الحين الموضوع انه مراه تقود او حرمه تقود، الحين اذا بتكلم لك بقول لك يمكن هالكلام كان موجود قبل صح. يوم انا دخلت قبل 12 15 سنه ما شاء الله كان في استغراب غريب وكبير يعني بين الناس، انه كيف انت تسوقين؟ ليش يخلونك انت تسوقين؟ صح. فكان يعني هالشيء كان موجود قبل، اما الحين ما شاء الله يعني اذا بنتكلم يعني عدد بتكلم عن الإماراتيات حاليا في شركات الطيران الشركات الوطنية موجودة، الأعداد ما شاء الله يعني بالكبير، يعني مش مقارنة يعني بالسوق الأوروبي أو مثلا الأماكن الثانية، بس العدد جدا جميل. التحديات إذا نتكلم عن التحديات حاليا، يعني سؤال في أحد من الحلقات الشبابية كانت أنه ليش البنت ما تكمل في هالمجال، يعني انها انها مثلا ما تم اكثر عن 10 سنوات 15 سنه او ممكن سنتين ثلاثه، لا 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 اقل والله اقل، حتى اول مثلا يعني اول ما تنخطب ولا فكرت في الارتباط ولا الزواج وكذا على طول تطلع من المجال، تطلع من برنامج الطيران، تطلع بكبره من الطيران. ليش انسى؟ انزين انا اقول لك، اولا التحديات موجوده حاليا في البوليسيز عندنا في الريجوليشنز، اذا نتكلم ان هالموضوع انا شغاله عليه من تقريبا 9 سنوات، موضوع الحمل يعني والولاده، الشروط والاحكام والحمل والولاده، الحمل والولاده تقصدي ان مع الارتفاعات والاشعاعات ممكن ياثر على المراه؟ اي نعم اتكلم لك عن اجازه الوضع. مثلا اجازه الوضع مثلا في القطاعات الخاصه، قبل يوم أنا يوم حملت بنتي إجازة الوضع كانت 45 يوم فقط. إيه مفروض. الحين أنت كيف متوقع صح. أن أم مرت كل هالمراحل وتودر ياهل بعمر 45 يوم وترجع للطيران؟ بقى غلط. في أحد الحلقات الشبابية طرحت هذه من التحديات بالفعل، يعني نفس اللي قلتيها أنت، ونتمنى إن شاء الله ان الصوت يوصل يعني وينحل هذا الموضوع. لا لا الحمد لله في تجاوب، كان في تجاوب، والقانون تغير من 45 يوم ل 3 شهور ما شاء الله بجهودكم. وإن شاء الله زياده اكثر. ان شاء الله زياده اكيد، طمعين في هذا الموضوع لانه اكيد مهم جدا. يعني جاست الوضع نفس ما ذكرتي انت في اغلب المؤسسات الثانيه تكون على مدى طويل، واكيد مع هذا القطاع خصوصا وانتشار المراه فيه اليوم، فبالتالي لا لازم مراعاه هذا الموضوع، وانا اتفق معك. نهايه ابي منك موقف ما تنسيه خلال رحله من رحلات الطيران، موقف غريب، موقف في بالك يعني ما تنسيه، مستحيل يطلع من بالك. شو اسمه، يوم كنت طالعه رحله جده فمعي يعني الناس اللي سايره للعمره، فكانت وحده يعني حرمه اماراتيه بعد كانت جالسه في البزنس كلاس. فيوم انا طلعت من غرفه القياده وانت بكرامه دشيت الحمام، الستاره كانت مفتوحه. جميل. يعني الستاره اللي تصل بين الكابينه وغرفه القياده. جميل. فهي شافت تمت رايحه راده على المضيفه تذكرها انه هاي شو تسوي هني؟ هاي ليش هي موجودة داخل غرفة القيادة؟ كانت تقول لها إن هي الطيار. فالحرمة مسكينة كانت يعني عاشت في رعب. ارتبكت. ليه ما نحن نزلنا يعني بالسلامة؟ فتمت في السسمة في الطيارة ما نزلت ليه ما بطلنا غرفة سسمة باب غرفة القيادة. كانت تي المضيفة تقول تبى تسلم عليك. تقول لي تعالي تعالي أنتي ذكرتني، يعني هي حرمة مش كبيرة وايد في العمر بس. يعني كبر اميتني كانت تقول لي انت تسوقين؟ قلت لها هي. تقول لي والله طيحتي قلبي في بطنك. قلت لها ليش؟ تقول لي نحن يلا يلا الحريم نحن يلا يلا نسوق سياره، انت رايحه على الطياره. هالسمعه نبغى نغيرها عاد، هالسمعه نبغى نغيرها خلاص.
قلت لها لا خلاص غيرنا، قلت لها عاد ابشر تعرفين شيء، قلت لها انا اخذت ليسن الطياره قبل لا اخذ ليسن السياره. الله. عشان اكثر هالقاعده ان الناس تقول الحريم ما يعرف يسوق السياره ورايحين على الطيارات. ولا موضوع الرصيف لف علي هذا بروحه سالفه، ما علينا. لا خلاص ما في الحين في الجو ما عندك هالشيء. اي والله جزاك الله خير، نورتينا كابتن سلمى. استمتعت بالحوار وياك اكيد، شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم. شكرا مشكورين على الاستضافه، وان شاء الله الله يكثر لكم السفرات الجميله والذكريات الجميله ان شاء الله. نلتقي في سفره عاد اكون انا باسنجر وانت هذا ان شاء الله. يلا الله يحفظك ان شاء الله. تسلم. شكرا.